اهلا وسهلا بيكم في قناه التكنولوجيا الالكترونيه. زي ما انتم شايفين احنا النهارده معانا صاعق ضعيف، شراره زي ما انتم شايفين كده ضعيفه جدا جدا وما عادش بيضرب زي الاول. العطل ده شائع وبيتكرر في اجهزه كتير، وطبعا النهارده هنتعرف مع بعض ازاي نصلح المشكله ديت وفي دقائق ومنتهى البساطه. اللي انتم شايفينهم دول اتنين مكثفات متوصلين على التوالي. هنبدا نوصل الطرفين الصاعق عشان نجرب. ركزوا معايا. خدوا بالكم. طبعا المكثفين رجعوا الصاعق يشتغل تاني زي الاول. المكثفات دي ليها طريقة صحيحة بتتركب بيها في الصاعق، ولو اتركبت بطريقة غلط ممكن تحرق لمبة الكشاف. عشان كده النهاردة هنتعرف مع بعض ازاي نركب المكثفات دي بطريقة صحيحة ومنتهى البساطة. وتقدر تركب المكثفات بنفس الطريقة دي على اي جهاز صاعق يكون فيه نفس المشكلة. هنبدأ نفك غطاء الصاعق ونبدأ نبص فيه. اللي انتوا شايفينه ده محول الرفع ان فيه المشكلة، وطبعا لما بيحصل فيه مشكلة بنضطر ان احنا نركب له المكثفين اللي انتوا شايفينهم دول. ده المكثف قيمة الواحد فيهم 1250 فولت. نجيب اتنين ونوصلهم على التوالي. طبعا توصيل المكثفات على التوالي علشان خاطر يبقى فيه عندنا في النهاية طرفين، طرف في اليمين وطرف في الشمال. طبعا الطرف اللي في النص احنا بنوصله مع بعض، ده مشترك، بيبقى عندي كده في النهاية في طرفين، طرف يمين وطرف شمال. كل طرف من الأطراف دي بيتوصل مع طرف من أطراف محول الرفع في الصاعق. طرف اليمين مع الطرف اليمين والطرف الشمال مع الطرف الشمال. هنبدأ نجرب المكثف على طرفين الصاعق علشان تشوفوا معايا النتيجة. خدوا بالكم. طبعا المكثفات شغلت الصاعق وشغلته كويس جدا، واصبح الصاعق يضرب بكفاءه زي الاول. المكثفات دي ليها طريقه بتركب في الجهاز، ولو اتركبت بطريقه غلط ممكن تحرق لمبه الكشاف. عشان كده نتعرف مع بعض ازاي نركبهم وبطريقه صحيحه ومن اول مره وبمنتهى البساطه. والطريقه دي ممكن تمشي على اي جهاز صاعق لو عندك في نفس المشكله. دول المكثفين، هنركب واحد في اليمين واحد في الشمال، وطبعا ليهم طريقه زي ما قلت لكم في التركيب علشان خاطر ما تحرقش لمبه الكشاف. كتير منا بيغلط وبيركب المكثفات دي بطريقه غلط، واول ما بيركبها بعد ما بيبدا يجرب الصاعق مره اتنين تلاقي لمبه الكشاف اتحرقت. لكن الطريقه اللي انت هتشوفوها النهارده دي مش هتخلي لمبه الكشاف تتحرق ابدا لو التزمتم بنفس الطريقه. عشان كده ركزوا في الشرح عشان تعرفوا تركبوا المكثفات بنفس الشكل وبنفس الطريقة. هنبدأ نلحم طرف المكثف اللي وصلناه مع طرف محول الرفع. هنلحمه كويس جدا، تأكد ان اللحام واصل تمام. كده احنا خلصنا المكثف الاول، هنبدأ نوصل برضو المكثف الثاني بنفس الشكل. هنبدأ ننزل المكثف في الزاوية ونوصله برضو طرف من اطرافه مع طرف سلك محول الرفع، ونبدا نتاكد برضو ان هو واصل مع طرف محول الرفع عشان هيبدا نلحم الطرف ده مع طرف محول الرفع، وبرضو نتاكد ان اللحام واصل كويس وملحوم بشكل صحيح. النقطه دي مهمه جدا علشان نجاح تركيب المكثفات. وطبعا نخلي بالنا واحنا بنركب المكثفات ان احنا نبعد المكثفات عن سلك لمبه الكشاف. خلي بالنا دي لمبه الكشاف زي ما انتم شايفين كده، نحاول نبعد لمبه الكشاف والسلك لمبه الكشاف عن طرفين المكثف اللي فيه الصاعق من الجنب التاني. طبعا اطراف المكثفات من الجنب التاني ما اتلحمتش لسه، والاطراف دي بتبقى كبيره وطويله. هنبدا نقص الاطراف ديت علشان خاطر ما ينفعش نلحمهم على طول مباشر مع بعض، لازم نقص الطرفين دول ونخلي فيهم يا دوبك ملي واحد من كل طرف في اطراف المكثف.
ليه؟ علشان انا هلحم سلك معزول ما بين الطرفين دول، علشان خاطر ما ينفعش اعدي سلك من تحت لمبة الكشاف من غير ما يكون معزول. دول الطرفين اللي هوصلهم مع بعض، وفي كل طرف منهم في ملي كده من المكثف عشان هلحم فيه سلك اللي انا جبته دوت زي ما انتم شايفين كده. ده السلك اللي هاخد منه حته صغيره علشان الحم السلك ده ما بين الطرفين بتوع المكثف، ودي نقطه مهمه جدا علشان خاطر لمبه الكشاف ما تتحرقش. لازم نعمل الموضوع ده، من غير كده ممكن لمبه الكشاف تتحرق بمنتهى البساطه، لان طبعا الضغط العالي بيحرق لمبه الكشاف لو هي معديه من جنب المكثفات والسلك بتاعها واصل من فوق السلك بتاع المشترك اللي في النص ما بين المكثفات. هنبدا مع شعر السلكه اللي هنلحمها بالازير، ودي نقطه مهمه جدا علشان اللحام يبقى سريع من الجنبين زي ما انتم شايفين كده. طبعا برضو لازم نشعر الطرفين بتوع المكثف بالازير علشان اللحام يبقى سريع وسهل. هنبدا نوصل طرف سلك لطرف المكثف ونلحمه كويس. طبعا الطرف الثاني هنوصله برضو مع المكثف ونلحمه برضو بالازير بشكل كويس. لازم نتأكد ان اللحام بتاعنا نظيف وسريع وملحوم بشكل كويس زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ ننزل السلك لتحت علشان خاطر نبعده عن سلك لمبة الكشاف. النقطة دي مهمة جدا علشان خاطر سلامة لمبة الكشاف ما تتحرقش، ونتأكد كده من لمبة الكشاف انها واصلة كويس والسلك بتاعها بعيد عن السلك المشترك اللي هو واصل ما بين المكثفين. طبعا انا عندي طرف في اليمين وطرف في الشمال، وخلاص في طرف في النص انا وصلتهم مع بعض كده. اصبح الساعد جاهز ونبدا نجرب علشان نشوف النتيجه. نبدا نجيب الغطا عشان نقفل الصاعق، وكده انا خلصت تركيب المكثفات بشكل صحيح. نقدر نركب المكثفات ديت بنفس الطريقه في اي جهاز في نفس المشكله. طبعا الطريقه سهله وبسيطه، ولو التزمتم بالتركيب هتوصلوها كويس جدا ومن اول مره وبشكل سريع جدا وبسيط. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وتشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. نبدا بقى نربط الجهاز علشان نبدا نجربه مره ثانيه بعد ما ركبنا المكثفات بشكل صحيح. اي حد عنده مشكلة في الصاعق يقدر يكتب لي في التعليقات وانا برد عليه بحل له مشكلته. هنبدأ بقى نجرب الصاعق في المرة الاخيرة. كده الصاعق رجع تمام زي الاول واحسن. اشكركم جدا، مع الف سلامة.